أنا لو سألتكم أتوقع أن أغلبكم مفهوم الاتحاد واضح في ذهنك. لو قلنا هذه المجموعة A، هذه المجموعة B، الاتحاد حقهم وينه؟ كل العناصر هذه، كل هذه العناصر عبارة عن A اتحاد B. هذا مفهوم الاتحاد. يعني بالبلدي عناصر من؟ A على عناصر B. عناصر A يعني جميع عناصر A مع جميع عناصر B، أو جميع عناصر A وجميع عناصر B. طيب، لكن زي ما قلنا في تعريف الاحتواء، يجب أن أعرف الاتحاد تعريفا رياضيا بحيث أني أقدر أستخدمه في التعامل معه في الخصائص اللي أنا أبغى أثبتها وأتعامل معها. قبل نتعامل مع المفهوم الاتحاد رياضيا، خلني أناقش معك الرابط المنطقي أور. برضو هذا في المنطق، ويعني كنتم يفترض تأخذونه. أور اللي هو بالعربي إيش؟ أو. طبعا أو كلنا نعرف كلمة أو باللغة العربية، معناها في الرياضيات يختلف قليلا عن معناها في اللغة العربية أو حتى اللغة الإنجليزية، يعني يختلف عن معناها اللغوي. يعني أنا لو قلت لك مثلا، فرضا، رح للمكتب الفلاني تلقى محمد أو خالد، مدلول كلامي أنك يا تلقى محمد يا تلقى خالد، بس ما راح تلقى الاثنين، يا تلقى محمد يا تلقى خالد. لو مثلا قلت لك سيارته إما حمراء أو خضراء أو 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 سوداء مثلا، السيارة حقتها ما راح تكون أحمر وأسود، يا حمراء يا سوداء مثلا. بينما الرابط المنطقي في الرياضيات لا ما هو بوا. إذا قلت لك العبارة P أو العبارة Q، فهذا معناته أن العبارة P قد تكون صحيحة أو العبارة Q قد تكون صحيحة. زي ما قلنا تلقى أحمد أو تلقى خالد، فواحدة منهم بتكون صحيحة. العبارة P صحيحة أو Q صحيحة أو كلا الثنتين صحيح، أو كلا الثنتين مع بعض صحيح. إذا ممكن تكون الأولى صحيحة، ممكن تكون الثانية صحيحة، وممكن تكون الثنتين صحيح، وممكن تكون الثنتين صحيح. هذا الرابط المنطقي أو. طبعا هذا الاختلاف بينه وبين اللغة العربية، أو استخدامها اللغوي عموما في أي لغة. في اللغة يعني هو يقصد يا واحدة يا الثانية، ما هو بالثنتين مع بعض. هنا نقصد يا واحدة يا الثانية يا الثنتين مع بعض. هذا هو الاتحاد، هذا هو الاتحاد. هذا العنصر X موجود في الاتحاد، صح ولا لا؟ ليش موجود في الاتحاد؟ لأنه موجود في البي، لأنه موجود في البي. طيب، وهذا العنصر برضه موجود في الاتحاد، لأنه وين موجود؟ في الـ A. يعني هنا الـ X ينتمي إلى B، وهنا الاكس ينتمي الى بي. طيب، وهذا العنصر اللي هنا فالاي وفي البي. هذا الاكس موجود في الاتحاد لانه في الاي، هذا موجود في الاتحاد لانه موجود في البي، هذا موجود في الاتحاد لانه موجود في الثنتين، في الاولى وفي الثانيه. طيب، لو قلت لك انا العباره التاليه، اكس ينتمي الى اي او اكس ينتمي الى بي، هل السؤال الآن، هل هذه العبارة تصف كل الحالات الثلاث، هذه وهذه وهذه؟ بمعنى آخر، هل هذه العبارة تصف كل الاحتمالات الثلاثة ولا لا؟ نعم، تصف كل الاحتمالات الثلاثة، لأن قلنا الرابط المنطقي أور إما أن يكون العبارة الأولى صحيحة ويكون الإكس وين موجود؟ في الـ، أو تكون العبارة الثانية هي الصحيحة ويكون الإكس وين موجود؟ في الـ، أو تكون العبارة الأولى والثانية صحيحة ويكون موجود في الـ A وفي الـ B. إذن هذه العبارة تصف كل الاحتمالات اللي ممكن يكون فيها العنصر X. طبعا لو كان الـX في الـ A أو في الـ B، فمعناته مليون في المية وين موجود؟ في الاتحاد، مليون في المية موجود في الاتحاد. طيب، الآن العكس، لو قلت لك
العنصر إكس موجود في الاتحاد، العنصر إكس موجود في الاتحاد، حتما وين بيكون؟ يا في الـ A يا في الـ B يا في الـ A و الـ B، يعني يا في الـ A أور في الـ B. إذن إذا كان إكس في الاتحاد فهو إما في الـ A أو في الـ B. إذن هاتين العبارتين كل منهم يؤدي إلى الآخر، كل منهم يؤدي إلى الآخر. إذا كان X ينتمي إلى A أو X ينتمي إلى B بمعناته موجود في الاتحاد. والعكس لو كان عندي عنصر في الاتحاد إذن هو ينتمي إلى الأولى أو ينتمي إلى الثانية. طبعا أنا أفضل أن يستخدم مصطلح الأولى والثانية، لأن أنت إذا ركزت على اتحاد B لو جاك C و D ممكن إيش تلخبط، لو جاك قوس وقوس برضو ممكن تلخبط، لأن كان تركيزك على من؟ على A و B، على الصورة وليس المفهوم. لكن إذا تعاملت أنا وياكم وقلنا العنصر يكون في المجموعة في اتحاد مجموعتين إذا كان في الأولى أو في الثانية، إذا استخدمت مصطلح الأولى والثانية خلاص مفهوم واضح عندك. متى ما كان عندك مجموعة أولى ومجموعة ثانية إذن هو في الأولى أو في، عشان يكون في الاتحاد، أو العكس إذا كان في الاتحاد فهو في الأولى أو في الثانية، يستلزم هذا النفيش أو ممكن يكون في الثنتين. وهذا هو التعريف الرياضي لعملية الاتحاد كالتالي، يقول لك نرمز لاتحاد المجموعتين على أن المجموعة التي بها العناصر التي تنتمي إلى A أو تنتمي إلى B نرمز له بالرمز A اتحاد B، أي أن A اتحاد B هو مجموعة عناصر. ما هو الشرط على هذه العناصر؟ أنه ينتمي إلى المجموعة الأولى أو ينتمي إلى المجموعة الثانية. اتحاد مجموعتين هو مجموعة العناصر التي تنتمي إلى الأولى أو تنتمي إلى الثانية. طبعا هنا بالبلدي اللي قلناها أول مرة، لاحظ أن عناصر الاتحاد هي جميع إيش؟ عناصر A وعناصر B. لاحظ هنا فيه و، هذا ليس رابطا منطقيا، هذا ليس رابطا منطقيا، هذا مجرد الواو الرابط اللغوي، بينما هنا الرابط المنطقي اللي له معنى معين. طيب مثلا لو قلنا الـ A تساوي المجموعة 1 2 3 4 5، الـ B تساوي المجموعة 1 3 5 7 9 11، الاتحاد حقهم A اتحاد B وش بيكون؟ جميع العناصر بدون التكرار بيساوي 1 و2 و3 و4 و5 و9. الواحد ليش ينتمي للاتحاد؟ موجود في البي وموجود في الاي. طيب الاثنين ليش تنتمي للاتحاد؟ لا تنتمي للاي فقط، ليست موجوده في البي. هل شرط انها تنتمي للثنتين؟ يكفي انها تنتمي الى واحد منهم. نفس الكلام يقال عن 3 و4 و5 و7. واضح يا شباب؟